يأتي مهرجان الشارقة القرائي للطفل كل عام تأكيداً على أهمية القراءة وتعزيزها ونشر الثقافة بين زوار المهرجان، فهو يعد احتفالية ثقافية تتجاوز متعتها وفائدتها الصغار إلى ذويهم في أجواء عائلية شيقة، يغرس في الأطفال حب القراءة وتثقيف الذات منذ الصغر، ليضيء قادة وعلماء ومهنيين واعيين قادرين على مواصلة مسيرة التنمية في مجتمعهم. ويعتبر هذا المهرجان منصة حافلة بالمتعة والنشاط من الاكتشاف والإبداع والإثارة. يقام المهرجان بشكل سنوي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ورعاية قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، والتي أكدت على مدى أهمية واستمرارية هذه الاحتفالية الثقافية الناجحة منذ انطلاقتها وحتى يومنا هذا. لا تقتصر ميزة المهرجان وأهميته على كونه يتيح للقراء اليافعين فرصة اللقاء بمؤلفيهم المفضلين فحسب، بل يمكنهم أيضاً من المشاركة في تشكيلة متنوعة من الأنشطة الترفيهية بدءاً من الرسم العادي والرسم بالرمال ومروراً بورش العمل الفنية وجلسات سرد القصص ووصولاً إلى المنافسات الخاصة وعروض الدمى المتحركة وغيرها من الأنشطة التي تناسب كافة الفئات العمرية، وهذا دليل على مدى أهمية إقامة مثل هذا المهرجان ونجاح دوراته في كل عام. يهدف المهرجان إلى غرس حب القراءة لدى الكبار والصغار وإتاحة الفرصة للفنانين والرسامين كي يستعرضوا أعمالهم الساحرة، كما يمثل المهرجان نقطة لقاء رائعة للكتاب ودور النشر كي يتواصلوا ويتفاعلوا مع بعضهم البعض، ويتضمن مجموعة من حفلات توزيع الجوائز بما فيها حفل توزيع جوائز الشارقة لكتاب الطفل وحفل توزيع جائزة الشارقة لكتب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.